تحدثوا في هذا الفيديو عن عظيم من عظماء بلاد الشام المباركة مع شاب عظيم ضحى بزهرة شبابه في سبيل الإسلام. ولكن قبل أن نسرد حكايته البطولية، دعونا نرجع إلى عام 1798 للميلاد، ولنترك بلاد الشام قليلا ولنتجه إلى أرض الكنانة مصر. هناك على شواطئ الأسكندرية تتقدم سفن غازية بقيادة القائد الفرنسي الإيطالي الأصل نابليون بونابرت في حملته العسكرية التي درسناها في مناهجنا باسم مزيف، ألا وهو الحملة الفرنسية على مصر. والحقيقة التي أخفاها عنا واضع تلك المناهج أن اسم هذه الحملة الحقيقي هو الحملة الصليبية الفرنسية على مصر، أن تسمي الأمور بمسمى